زين، المعلومات هذه اللي وصلت لها امبارح؟ احكي اليوم. البارح واليوم صراحة دوزت حصص الحمد لله كانوا مزيانين. كنت انا رديت البال في الحصة الجماعية اللي قبل البارح، فاش كنت ترقي فاش كنت ديك الرهبان، عاد حسيت بكتفي مشى وعاود رجع بحال تصدمت تخلعتني. والبارح مهم خدم البارح المهم خدم معايا الاخ على فك ديال العقد ديال اللسان وكذا. تراجعني مسلم، طلع اليوم البارح طلع ولكن ما هضرش، ولكن اليوم عاد هضر. ما عرفتش واش داكشي اللي قال حق زعما صحيح ولا لا. وبالحق البارح وقع لي واحد راسي، جاني واحد الالم غريب مورا ما درت الحجامه، مورا ما درت الحجامه ومورا الحصه الجماعيه، باش مشيت للدار واحد الالم خريب وسخانه، طلعت لي سخانه بزاف ما بغاش تهبط. وحتى فاش مشيت هكا نصلي ما قداش بقى كنبقى نرجع نفس غير بالسس وصافي. عاد ديك اليوم بس طلع قال بلي هو زعما باقي ما باقي مربوط، يعني مازال باقي ما ماشي قوي، يعني باقي ماشي قوي وصافي. المهم ما عرفتش داكشي اللي قال صحيح ولا لا، ولكن قال بلي واقيلا كاينين جوج ديال الابارسة وداكشي اللي بقى الاخر ملوك الجنوب ديالهم. زيدي صافي هادشي اللي قال. وانا الكبير كاين خارج الجسم. كبير خارج الجسم. زيدي شنو الاساس اللي بان لك في هاد القصة هادي؟ هو قال بلي فاش سول زعما شنو هادشي قال ليه الموروث. بالجد الموروث هو يعني الاساس ديال هادشي. وقال بلي كاين اثر فاش سولو قال له شنو الاثار اللي كاينين، ما قال والو. شنو قال له؟ قال له كاين الاسرار. هادشي اللي قال له، ويقول لي زعما هاد الاسرار ديالو شنو، يقول لي خاصني بالسلاله ديالهم. وفاش بغا يقول لي زعما شنو هما، قال لي راه ما كيخلونيش نهضر شنو داكشي. وقال بلي راه كاينين زعما جن مسلم اخر معقود، راه باقي ما باقي يعني ما تطلقش. وقال لي زعما شنو كدير انت هنايا زعما عنده، ويقول لي بلي حنا راه زعما كاين على السلاله. هادشي اللي قال. كلسي انفصلي ديك البافل النغزي بيدك عندي غير واحد شوية دورو غير شوية صافي. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فمن أسلم فأولئك
حرا ورشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قل آمنوا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أنتم مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 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 إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون كنا طرائق قددا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
غاصبون كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم
ثانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا عظيما 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 فآتينا الذين آمنوا أجرا عظيما فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا عظيما فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا عظيما فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا عظيما الذين آمنوا منهم أجرا عظيما فآتينا 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 الذين آمنوا منهم أجرا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير من فاسقون إن الدين عند الله الإسلام 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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم
منكم والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المقربين ومن المقربين ومن المقربين اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومن المقربين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل على كل مسلم كبله في البدن بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأقفال على كل مسلم مقيد في البدن بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تفك الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل الرباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال والأقفال تحل الرباط والقيود والسلاسل 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 والأغلال والأقفال على كل مسلم مكبل مقيد بقوة وإحكام تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال والأقفال
تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال على كل مسلم مقيد على كل مسلم مربوط على كل مسلم مصفد على كل مسلم قيد 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 على كل مسلم كبد على كل مسلم ضبط على كل مسلم صفد وعلى رباط القيود والسلاسل والأقفال والأغلال وعلى رباط القيود والسلاسل والأقفال والأغلال وعلى رباط القيود والسلاسل والأقفال والأغلال اللهم فك كل القيود والأغلال والأقفال اللهم فك كل الأصفاد والأغلال والأقفال اللهم فك كل القيود والأغلال اللهم فك كل رباط والأغلال تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال بسم الله تحل كل القيود على كل مسلم مكبل على كل مسلم مصفد على كل مسلم مقيد على كل مسلم مربوط على كل مسلم مصفد على كل مسلم قيد على كل مسلم كبل على كل مسلم صفد على كل مسلم ضبط تحل رباط القيود والسلاسل والأقفال والأغلال على كل جني مسلم مقيد مسلم مربوط مكبل مسلم مصفد مسلم مقيد مسلم مربوط مسلم مصفد مسلم مقيد مسلم مكبل مسلم مربوط مسلم قيد مسلم كبل مسلم ربط مسلم صفد مسلم صفد مسلم صفد مسلم صفد مسلم كبل قيد 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 ربط كبل كبل صفد وحل رباط والقيود والسلاسل والأغلال على كل مسلم كبل بالشق اليمين كبل بالكتف الأيمن قيد ربطوا صفدوا اللهم فك رباطه وقيوده واغلاله اللهم فك اصفاده واغلاله اللهم فك قيوده واغلاله اللهم فك اصفاده واغلاله اللهم فك رباطه واغلاله اللهم فك اصفاده واغلاله اللهم فك قيوده واغلاله اللهم فك اصفاده واغلاله اللهم فك قيوده واغلاله تحل رباط والقيود والسلاسل والاصفاد والاغلال والاقفال تحل رباط والقيود بسم الله بسم الله بسم الله تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال والأصفاد تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال والأقفال والأصفاد تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال والأصفاد تحل رباط القيود تفك رباط القيود تحل رباط القيود تحل الأصفاد والقيود تحل رباط القيود تحل الأقفال والقيود تحل الأغلال والقيود على كل مسلم مكبل مربوط على كل مسلم مصفد مربوط على كل مسلم قيدوه مربوط على كل مسلم كبلوه مربوط مربوط مقيد مربوط مصفد مربوط مكبل مربوط 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 اللهم فك كل الأصفاد والأغلال اللهم فك كل الأصفاد والأغلال اللهم فك كل القيود والأغلال اللهم فك كل رباط والأغلال تحل رباط والقيود والسلاسل والأقفال والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل رباط والأغلال تحل القيود والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل رباط والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل رباط والأغلال تحل القيود والأغلال تحل رباط والأغلال تحل الأصفاد والأغلال تحل القيود والأغلال تحل رباط والأغلال تحل الأصفاد والأغلال اللهم فك كل القيود والرباط والأصفاد والأغلال اللهم فك كل رباط والقيود والأصفاد والأغلال اللهم دمر كل رباط والقيود والأصفاد والأغلال اللهم حط كل رباط والقيود والأصفاد والأغلال اللهم فجر كل رباط والقيود والأصفاد والأغلال اللهم حط كل رباط
رباط والقيود والأصفاد والأغلال، حلوا رباط والقيود والأصفاد والأغلال، فكوا رباط والقيود والأصفاد والأغلال، تدمروا رباط والقيود والأصفاد والأغلال، فجروا رباط والقيود والأصفاد والأغلال، فجروا رباط والقيود والأصفاد والأغلال، على كل مسلم سجنوا، على كل مسلم ربطوا، على كل مسلم قيدوا، على كل مسلم صفدوا، على كل مسلم ربطوا، على كل مسلم قيدوا، كبلوا صفدوا ربطوا قيدوا كبلوا صفدوا، فحلوا رباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال، اللهم فك كل رباط والقيود والأغلال، اللهم فك كل الأصفاد والأغلال، على كل مسلم مربوط بقوة وإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم مكبل مقيد مربوط، اللهم فك عقد اللسان على كل مسلم ربطه، اللهم فك عقد اللسان، اللهم فك عقد اللسان، اللهم فك عقد اللسان، اللهم فك عقد اللسان، حل عقد اللسان، فك عقد اللسان، حل عقد اللسان، فك عقد اللسان، حل عقد اللسان، انسف عقد اللسان، حل كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، حل كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، يفك كل عقدة في اللسان، في اللسان، في اللسان، في اللسان، عطلة نطق الكلام في اللسان، وحل كل عقدة في اللسان، عطلة نطق الكلام في اللسان، وحل كل عقدة في اللسان، عطلة نطق الكلام، وحل كل عقدة في اللسان، عطلة نطق الكلام، اللهم فج كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، اللهم دم كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، اللهم فج كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، اللهم حط كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، اللهم فج كل عقدة في لسان عطلة نطق الكلام، وحل كل العقد على كل جني مسلم كبلوه قيدوه صفدوه ربطوه، اللهم فك كل العقد على كل مسلم كبلوه قيدوه ربطوه صفدوه، وحل كل عقدة على كل مسلم مكبل مقيد مربوط مصفد، وحل كل عقدة على كل جني مسلم مكمل مربوط مقيد مصفد، اللهم فك كل العقد، اللهم فك كل العقد، اللهم فك كل العقد، اللهم فك عقد كل مسلم مربوط، اللهم فك رباط كل مسلم مربوط، اللهم فك أصفاد كل مسلم مربوط، وحل عقد كل مسلم مربوط، فك أصفاد، وحل الأصفاد والقيود والسلاسل والرباط والأغلال، وحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال، على كل مسلم مربوط، على كل مسلم مقيد مربوط، على كل مسلم مصفد مربوط، على كل مسلم مقيد مربوط، مكبل مربوط وصفد مربوط، وحل العقد وحل الرباط وحل العقد وحل العقد وحل الرباط وحل الأصفاد والأغلال، حل الرباط وحل القيود وحل الأصفاد والأغلال، فك الرباط والأغلال، حل الأصفاد والأغلال، حل الرباط والأغلال، حل القيود والأغلال، حل الأصفاد والأغلال، اللهم فك رباطهم وقيودهم وأصفادهم وأغلالهم، بسم الله، حل كل عقدة على كل جني مسلم مربوط، تحل كل عقدة على كل جني مسلم مقيد، تحل كل عقدة على كل مسلم مقيد مربوط مقيد 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 ضم قيودهم أغلالهم أغلالهم، اللهم دعهم أغلالهم، اللهم فج رباطهم أغلالهم، اللهم فك عقدهم أغلالهم، اللهم حطم عقدهم أغلالهم، بسم الله، تحل كل عقدة في اللسان على اللسان، تحل كل عقدة في اللسان على اللسان، عطلة نطق الكلام، بسم الله، تحل كل عقدة في اللسان، تحل كل عقدة في اللسان، تحل كل عقدة في اللسان على اللسان، عطلة نطق الكلام، تفك كل عقدة في اللسان على اللسان، عطلة نطق الكلام، تدمر كل عقدة في اللسان على اللسان، عطلة نطق الكلام، فجر كل عقدة في اللسان على اللسان، عطلة نطق الكلام، تحل كل عقدة في اللسان، عطلت العقد، تحل كل عقدة في اللسان، تحل كل عقدة في لسان، تفجر كل عقدة في لسان، تفجر كل عقدة في لسان، تدمر كل عقدة في لسان، تفجر كل عقدة في لسان، اللهم دمر كل عقدة في اللسان، اللهم فجر كل عقدة في اللسان، اللهم حطم كل عقدة في اللسان، اللهم اكسر كل عقدة في اللسان، اللهم دمر كل عقدة في اللسان، عقدوا بها مسلم كبلوا بها لسانه وربطوا لسانه عن النطق والكلام، اللهم فجر عقد اللسان، دمر عقد اللسان على النطق والكلام، اللهم حطم عقد اللسان على النطق والكلام، اللهم اكسر عقد اللسان على النطق والكلام، تحل كل عقدة في الأيدي على مسلم مربوط كبله، تحل كل عقدة في الأرجل على كل مسلم في الجسد كبله، تحل كل عقدة في الأيدي في الأرجل والأيدي على كل مسلم مكبل من الأيدي، تحل عقد الأيدي، تحل رباط الأيدي، تحل أصفاد الأيدي، تحل أغلال الأيدي، تحل أقفال الأيدي، تحل عقد الأيدي، تحل رباط الأيدي، تحل عقد الأيدي، تحل أصفاد الأيدي،
حل عقد الأيدي، حل رباط الأيدي، حل عقد الأيدي، حل الأصفاد الأغي. بسم الله. حل رباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال. حل رباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال. ضم فجر كل الأصفاد والأغلال. ضم حط كل رباط والقيود والسلاسل والأصفاد والأغلال. تفجر كل رباط والقيود. تحطم كل رباط والقيود. تحل كل رباط والقيود. تفجر كل رباط والقيود. تكسر كل رباط والقيود. ضم فجر كل رباط والقيود والأغلال والأصفاد. تحل كل رباط والقيود. تحل كل العقد. تحل كل العقد على اللسان. تحل كل العقد على اللسان. تفجر كل العقد على اللسان. تدمر كل العقد على اللسان. تحطم كل العقد على اللسان. تفجر كل العقد على اللسان. تكسر كل العقد على اللسان. تحل كل العقد على اللسان. تدمر كل العقد على اللسان. تفجر كل العقد على اللسان. تحل كل العقد. تحل كل الأصفاد والأغلال والرباط والقيود على كل مسلم مقيد مربوط. اللهم فجر كل رباط والقيود والأصفاد على كل مسلم مربوط. اللهم حطم كل رباط والقيود والأصفاد على كل مسلم مربوط. تحل رباط والقيود والسلاسل والأقفال والأغلال على كل مسلم مقيد بقوة وإحكام، مربوط بقوة وإحكام، معقود بقوة وإحكام، صفد بقوة وإحكام. تحل رباط والقيود والسلاسل والأقفال والأغلال على كل مسلم مربوط مقيد، مصفد مقيد، معقود مقيد. اللهم فك رباطهم وسلاسلهم وأقفالهم وأغلالهم. اللهم فك رباطهم وسلاسلهم وأقفالهم وأغلالهم. بسم الله. تحل كل رباط والقيود في اللسان، في الأيدي، في الأرجل، في الأقدام. بسم الله. تحل كل رباط والقيود والسلاسل والأقفال والأغلال في الأيدي على كل مسلم مربوط في الأيدي، مقيد في الأيدي، مصفد في الأيدي، مكبل في الأيدي، مكبل في الأرجل والأيدي، مقيد في الأرجل والأيدي، مكبل في الأرجل والأيدي، مصفد في الأرجل والأيدي. اللهم فك كل رباط والأغلال. اللهم فك كل رباط والأغلال. اللهم فك كل الأصفاد والأغلال. اللهم فجر كل الأصفاد والأغلال. اللهم حطم كل الأصفاد والأغلال. اللهم دمر كل الأصفاد والأغلال. اللهم فجر كل الأصفاد والأغلال. اللهم انسك كل الأصفاد والأغلال. اللهم حطم كل الأصفاد والأغلال. اللهم دمر كل الأصفاد والأغلال. اللهم فجر كل الأصفاد والأغلال. اللهم انسك كل الأصفاد والأغلال. حطم كل الأصفاد والأغلال. فجر كل الأصفاد والأغلال. دمر كل الأصفاد والأغلال. حطم كل الأصفاد والأغلال. تفجر كل الأصفاد والأغلال. تدمر كل الأصفاد والأغلال على كل مسلم مقيد مربوط مكمل مربوط مصفد مربوط. اللهم فك رباطه وقيوده وأصفاده. 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 الله ولي الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. 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 إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. الله ولي الذين آمنوا. والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. الله ولي الذين آمنوا. والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. الله ولي الذين آمنوا. والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. الله ولي الذين آمنوا. والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. والله مع الذين اتقوا الذين محسنون. الله 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 مع الذين اتقوا الذين محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. 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 إنا
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانصر كل مسلم مؤمن موحد على كل كافر لعين وانصر كل مسلم مؤمن موحد على كل طريق لعين على كل مريض لعين على كل ظالم لعين على كل معتد لعين على كل جبار لعين على كل ظالم لعين واغنى لراية الحق والدين وانصرنا على الظالمين 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 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 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 الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين المجاهدين المقاتلين من الجن الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين الموحدين النصر للمسلمين المؤمنين المجاهدين الموحدين والخزي والذلة والعار على الكافرين الملاعين
والخزي والذلة والعار على المجرمين الظالمين، والخزي والذلة والعار على المشركين الظالمين، والخزي والذلة والعار على 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 الظالمين. اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر المجاهدين من الجن والإنس أينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم انصر المسلمين الموحدين المجاهدين من الإنس والجن أينما كانوا وكيفما كانوا، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المؤمنين الموحدين أعلى راية الحق والدين، وانصر المسلمين المجاهدين، وانصر المسلمين المجاهدين، وانصر المسلمين المجاهدين المؤمنين الموحدين، النصر لكل مسلم مؤمن مجاهد موحد، النصر لكل مسلم مؤمن مجاهد مقاتل موحد، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، 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 اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم. بسم الله تحل قيود المسلمين في الأبدان، تفك قيود المسلمين في الأبدان، تحل رباط المسلمين في الأبدان، تحل أصفاد المسلمين في الأبدان، تحل قيود المسلمين في الأبدان، تحل أصفاد المسلمين في الأبدان، تحل قيود المسلمين في الأبدان، تحل رباط المسلمين في الأبدان، تحل قيود المسلمين في الأبدان، تحل أصفاد المسلمين في الأبدان، تحل أصفاد المسلمين في الأبدان، ويحرق كل نصراني مشرك ظالم، ويحرق كل رهبان كبير ظالم، كل قسيس كبير ظالم، ساحر كبير ظالم، خارج البدن وداخله، اللهم احرق كل كبير يحكمه، وانصر كل مسلم مؤمن موحد، اللهم اهلك كل كبير يحكمه، وانصر كل مسلم مؤمن موحد، اللهم احرق كل كبير يحكمه، وانصر كل مسلم مؤمن موحد، اللهم انصر كل اللهم انصر كل مسلم مؤمن موحد، واخذ كل كافر جاحد، اللهم انصر كل مسلم مؤمن موحد، 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 واخذ كل كافر جاحد، واذل كل كافر جاحد، واذل كل كافر جاحد، واخذ كل كافر جاحد، ودمر كل كافر جاحد. بسم الله. أسئلة بسيطة. الله ولي الذين آمنوا، 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 يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 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 الله ولي الذين آمنوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله من قالها فاز ربح بيع الدنيا والآخرة وفاز أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 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 لا باب مرفوعة كنتم مربوطين في هذا الجسد فك الله وثاقكم فك الله أسركم حل الله رباطكم أنتم الآن أحرار لستم مقيدين طيب شرح لي أكثر ارفع صوتك وضح لي أكثر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا في الخير وضح لي أكثر اشرح لي القوة لله ومن كان الله معه فمن عليه أنتم أقوياء بالإسلام أنتم أقوياء بالإيمان أنتم أقوياء بلا إله إلا الله أنتم أقوياء بالسبابة التي ترفع للسماء توحيدا إيمانا أنتم أقوياء بلا إله إلا الله لا إله إلا الله أعظم شيء في هذا الكون لا إله إلا الله لأجلها خلق الله هذا الكون ومن فيه لا إله إلا الله لأجلها بعث الله الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله أعظم شيء وأثقل شيء وأكبر شيء فلا إله إلا الله من يقولها يفوز لا إله إلا الله من يقولها يخرج من الظلمات إلى النور لا إله إلا الله من يقولها يجب أن يعرف قدرها حتى يقول أنا ضعيف لأنه مع الله قدر لا إله إلا الله أكبر من كل جن أكبر من كل ساحر أكبر من كل ظالم أكبر من كل شيطان أكبر من كل جني أينما كان وكيفما كان
أكبر من إبليس وزمرته وذريته. لا إله إلا الله، 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 أحد. لا إله إلا الله فرد صمد. لا إله إلا الله قيوم إلى الأبد. لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله كريم. لا إله إلا الله رحيم. لا إله إلا الله قوي. 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 لا إله إلا الله. أسئلة بسيطة وتوكلوا على الله عز وجل ونتعاون في الخير. طيب هل السر الحقيقي وراء إصابتها هو الموت من جدها؟ بسم الله أكرروا دائما كرروا لا إله إلا الله. السر الحقيقي وراء إصابتها هل يكمن في موضوع الموروث من الجد؟ له علاقة بالموروث من الجد فقط؟ لا لا لا. وش السر وراء الإصابة حقيقة؟ انتظر. الحقيقة وراء الإصابة بكل صراحة انتظارك. هل أصل الإصابة له علاقة بالموت من الجد أم هناك شيء أكبر من ذلك؟ أكبر. بغينا نعرف هذا الأكبر شلون. اللسان ديالكم أنتم مسلمين. ثبتوا نظر الله بأنكم حقا مسلمين. هنا واحد إثبات صغير أنكم حقا مسلمين. نشوفوا قوة الإيمان فيكم. نشوفوا قوة الإسلام حقا فيكم. ماشي غير ما قديتش. وريونا شي حاجة تثبتنا أنكم حقا مسلمين. غير ذرة 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 حركة. Yeah.
انتظاركم انتظاركم. نستناك تولد لك تولد. أعطنا جملة مفيدة. أعطنا جملة واحدة مفيدة. في انتظار. شنو الشيء اللي أكبر؟ أعطنا جملة مفيدة. قل بسم الله، قل لا إله إلا الله، الله يوفقك. يا كنت صادق، كيفاش أنت مسلم وما قادرش تتكلم؟ ما يمكنش. ولو كنت مربوطة. ولو أنت الآن كتكلم والسبابة ديالك مرفوعة، أنت مربوط غير باش تقول لي هذه الجملة، ربطوك غير باش ما تقولش ديك الكلمة، لا يمكن. أنت الآن كتكلم والسبابة ديالك مرفوعة، أنت قادر تتكلم. في انتظار ديالك. تفضل. قل لا إله إلا الله. بصوت مرتفع وواضح ماشي. قولها بصوت مرتفع وواضح. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عبد الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل لي تفضل. أعطينا رأس الخيط في القصة. لك مبروك عظيم، لكن ليس هو فقط. اشرح لي. هناك أسرار عظيم. تفضل أخوي. معلش احنا بغينا نعرف. تفضل قل. قل تفضل. عرق طيب شريف مستهدف من الابعال يريدون الكفره وخروجها عن الصراط المستقيم.
طيب احنا نريد ان نقدم يد المساعدة. لا فهمت؟ سبق لك تكلمت مع شي حد؟ لا. اول مرة؟ نعم. ما عمرك تكلمت؟ لا. طيب انت مسلم الحمد لله. نعم. نحن مسلمون. جيد. لست الوحيد. جيد. هناك ملوك مسلمون اقوياء باذن ربهم. طيب فاشنا غادي نقدر نقدم يد المساعدة وراء هذه القصة الضخمة؟ فهمت يا دار؟ بغيت شي جملة مفيدة تفيدني. هذه القصة اللي حكيتها لي كاملة جيدة ولكن الخلاصة سمعيها. الله معها ينصرها ويحفظها. أعلم هذاك الشيء اللي نريده. أنا ما نريده. أنا فقط أحتاج المساعدة لأهزم الكفار. ما نوع المساعدة؟ لأنهم أقوياء واستضعفونا في الجسد وربطونا وعذبونا. طيب يعني أنت ترى أن الأصل في المساعدة ديالي لكم ولها هي أن نفك قيود المسلمين؟ لا حتى لأنه حتى وإن فكت ستربط لأنهم لا زالوا أقوياء. فيجب الاستمرار حتى نبقى نحن أحرار. جيد وصلت الفكرة. طيب أعطيني نقاط الضعف ديال هذا الجن. حكام اشرح لي أكثر ووضح لي. أين يستقر سيدهم؟ قوتهم في عقلها وذكائها وبصرها وجمالها وصحتها ورزقها ونسلها. لا يريدون حياتها، يريدون موتها. فنحن بإذن الله قادرون منصورون. فقط نحن بحاجة للمساعدة لأنهم يقاتلوننا ويعذبوننا رغم قوتنا، لكنهم لديهم مدد خارج الجسد من إبليس الكبير، فهو يرسل لها وهم يعملون المساعدة. الأصل فيها أن يفك وثاق المسلمين، تقدم يد المساعدة للمسلمين، ثم ضرب الخدام الذين يسكنون الرأس. لا. لأن مركز الطاقة ومركز الوجود ديالهم هو الرأس. نعم. طيب طيب من يوجد في الرأس؟ من يحكمهم في الرأس؟ من هو الكبير في الرأس؟ إنه إبليس من الأبالسة، محصن جدا، لا تصل قوة ولا طاقة بحسنه.
الأصل هو الرأس. نعم الرأس. يوجد أي إضافة أخرى؟ طيب ما هي الأشياء التي ترى أنها تزيد من قوتكم؟ الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن تبع اثرهم واختفى اثرهم الى يوم الدين وكفى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى، ولك الحمد في المرض وفي الصحه، ولك الحمد في كل حال وحين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد رب السماوات السبع والأرضين. اللهم لك الحمد أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، معنا بعلمه أينما حللنا وارتحلنا ورسلنا وجلنا إله، مرضى المسلمين جميعا في أقطار الأرض وأنصارها. سأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات. اللهم بارك لنا فيما قرأناه ورتلناه، اجعله شفاء ونورا وهدى وبركة ورحمة يا رب العالمين على كل مريض. اللهم اشفه به المرضى وعاف به المبتلين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احصى السحرة عددا وقتلهم بددا، ولا تبق منهم يا رب على الأرض ولا في أجساد المسلمين أحدا. اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يدفع ولا يصد ولا يرد. اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يدفع ولا يصد ولا يرد عن القوم المجرمين الظالمين. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم بارك لنا فيما قرأناه ورتلناه. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب، ويا من أرجعت يوسف لأبيه يعقوب، يا فاتح أبواب الفرج، يا عاليا بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، خرجنا من الضيق إلى الفرج، اللهم أخرجنا 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 من التعاسة والشقاء إلى الفرحة والسعادة،
اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا واصلح حالنا واحوالنا. ربي ما كان مصابا فيك وحدك، وكان بخطائنا وسهوا او زلا نسيان في طريقه القراءه ونقل الكلام في نفس الشيطان. الله رسولنا براء، الله اعلى واعلم، والحمد لله رب العالمين.